احدث دمعتي من فين حترجع خطوتي يا زمان، من فين طريقك يا امل غطي على الاحزان. واه يا دنيا البشر وآهي وآهي، كنت مخبي ليالي لون الأيام دي فين، كنا زمان لما اتفرقت لما حضن الدفاه ياما ما بقاش فيه الحنين، ما بقاش فيه الحنين، ما بقاش فيه الحنين، ما بقاش فيه الحنين، ما بقاش فيه الحنين. سكر، انا عاوزك تشتري الفيلا اللي ساكن فيها الاستاذ. اشتريها ليه؟ هديه مني ليك لغايه 200,000 جنيه اشتري وباسمك. الله، وايه بقى اخره الحاجات اللي عمال تخليني اشتريها باسمي دي؟ انا احب رجالتي يبقوا كبار، كبار قوي. ايوه بس شرا فيلا الاستاذ دي لا يمكن تكون عشان خاطر سواد عيوني، اكيد في حاجه بينك وبين الاستاذ. احسبها زي ما تحسبها، المهم تشتري الفيلا من صاحبها وتبعت انذار باسمك للاستاذ يكون عنده في اقل من 10 ايام. وديني يا عم بديك الفرصه عشان تاخد بطارك من الاستاذ. ركبت القطر وسافرت بالسلامة. على فكرة في سؤال كده بحيرني وكسفت أقوله قدام الأنسة أمرات. اسأل يا لورد. قصدي يا دكتور. ليه حضرتك مرضتش تسافر اسكندرية مع الأنسة أمرات؟ يا مش دي أول مرة تتغرب فيها؟ شوف يا لورد، لو فضلنا فرضين وصايتنا على أولادنا حتى بعد ما يكبروا عمرهم ما هيكبروا فعلا. الكلام ده مظبوط فعلا، لكن مهما كان يعني دي بنت. عارف احنا ما بنتقدمش بشكل كبير ليه؟ ليه؟ يا ريت اعرف. في انقسام غريب في تفكيرنا، بنفرح للبنت لما تتعلم كل شيء حتى الكمبيوتر، وفي نفس الوقت بنحزن لما بتستقل بشخصيتها. ما هو يا نوافق على التعليم بنتائجه يا نواجه نفسنا بالحقيقة اللي جوانا ونقول من البداية لا، البنت مكانها المطبخ. طب وحضرتك زعلت قوي كده ليه؟ ما نبقى متحضرين فعلا ونعلمها ونسيبها تتحمل مسؤولية علمها. معقولة؟ كريم النقاش؟ تصور، تصور انا اترددت كام ثانية، انت ولا لا؟ انت لسه في نفس الاجنس؟ اجنس ايه وبتاع ايه؟ المهم انت ايه الاخبار الجامده اللي بنقراها في الجرايد؟ انت صاحب بيت مهندس؟ والله برافو عليك انك كملت عادي. تصور، تصور انا بزعل منها قوي لما الاقي حد من زمايلي يكمل وانا لا. مش حسب والله، انا الحمد لله زي ما انت شايف دلوقتي تمام قوي. المهم انا جاي لك في شغل. شغل ايه؟
عايز تبيع لاخوك عربيه تاني ولا ايه؟ المهم تشرب ايه الاول؟ انا مش جاي طيب، انا جاي اعمل شغل. شغل ايه بقى بدام بقيت مهندس؟ انا قبل ما اجي عملت صفقه شاسيهات عربيات نقل قلاب، تحب تاخدها؟ يا ابني ايه والسوق هنا شرقان شاسيهات قلاب؟ ماشي اشتري من غير ما تعرف التفاصيل. ايه انت اتغيرت قوي يا كريم. على فكره انت عملت ايه مع البنت اللي كنت بتحبها وسافرت تتعلم علشانها؟ ها سبتها؟ طبعا ما سبتهاش، وهتجوزها. حبيبي يا واثق انت. نرجع للشغل. باشمهندس رجائي الاغراف جالك من مصر، بقول لك احضر حالا. ده اكيد وقع مع كريم من اول. مش رايح؟ لا لا لازم تروح، ده مش باسم والدك، ده باسم الست انهار النقاش. خطوة عزيزة سعادة البيه، ألف ألف مبروك. شكرا. مبروك يا ست أنهار، ألف مبروك. عقبال كده إن شاء الله ما نشرب شربات الفرح. ميرسي. أنهار، رؤية، أنا وحافظ كنا مفايتين من هنا، قلنا نطلع نسلم عليك، ما لقيناكيش، قلنا نستناكي. إزيك يا رؤية؟ انتوا اتخطبتوا؟ الله، انت ما بتقريش جرايد ولا ايه؟ وكمان جايالي لحد شغلي وسحباه وراكي علشان تقوليلي. انا خلاص عرفت ومتشكره، متشكره قوي لاهتمامك. العفو، بس انا لسه ليا حاجه عندي فاكراها؟ لا ما نسيتهاش. ميرسي. لا دي مش بتاعتك انت. دبلتك اهي، ارجوك خدها وسيبوني بقى في حالي، سيبوني بقى في حالي، سيبوني بقى في حالي. حفظ. يلا يا حفظ. عاوزة حاجة تانية؟ اه عاوزاك تعيشني الدنيا اللي بتبرق. بتبرق؟ اه انا اخترتك علشان انت زي عاوز تطلع لفوق، لكن قدورة عاوز يفضل مكانه، وانا عاوزاك تعوضني كل حياة الانتظار اللي عايشها لي قدورة، وتطلعني العالم اولاد الزوات اللي بصحيح، ناكل في افخم مطاعم ونسهر في اعظم كازيونات ونسافر كل بلاد الدنيا، الدنيا اللي زغللت عيني عمري بحاله ولسه ما شفتهاش. اطلع. انا واخد 72 ساعه اجازه بس، يعني حضرتك لازم تقولي عايزني في ايه عشان الحق ارجع شغلي. هو شغلك اهم من مراتك وابنك؟ من فضلك انا ما واجهتلكيش كلام. ايه يا رجائي؟ ما توحد الله امال. لا اله الا الله.
خير يا نهار. الله، ما تدخل يا حافظ. مساء الخير يا جماعه. تاخرتوا كده ليه؟ تعال. الحمد لله بالسلامه يا رجاء. الله يسلمك. مبروك يا استاذ حافظ. الله يبارك فيك. انا اسف اني ما جيتش الخطوبه، بس اكيد انهار حكيت لك على ظروف شغلي. الله يكون في عونك. شغلانه البترول دي معروف انها صعبه قوي. مش وقت الكلام دلوقتي، اقعد. انا قصدتك معكم كلكم النهارده حتى حافظ، وكان نفسي تكون متجوز امارات وتيجي عشان اسالكوا سؤال وتجاوبوني عليه. بعد الشقه ده كله لعيله النقاش من حق ارتاح ولا لا؟ طبعا يا بابا، من حق حضرتك انك ترتاح. وانتي؟ ما انت عارف رايي، لكن ليه السؤال ده؟ وانت يا هناء؟ ودي عايزه كلام يا بابا. وانت يا انهار؟ طبعا ترتاح. ليه؟ هو حد له راي تاني؟ وانت يا حافظ؟ وانا معقول يكون ليا راي في موضوع اسري زي ده؟ ليك، ما دام نسبت عيله النقاش تجاوب اللي يريحك. يعني ارتاح، ما افضلش لف في الطاحونه دي ليل ونهار. من حقك الراحه طبعا. يعني كلكم موافقين ان انا ارتاح؟ طبعا يا بابا، من حق حضرتك طبعا. طب ما تقولوا بقى لابن الكبير الباشمهندس رجائي. اقدر اعرف انت ليه مش عايز بابا يرتاح بعد ما تعب التعب ده كله علشانه؟ هو حضرتك سالتني زي ما سالتهم؟ الله، هو حصل ايه بس؟ طب انا بسالك اهو، انت عاوزني ارتاح؟ طبعا يا بابا. ما عشان ارتاح لازم اسيب الشغل واسلمكم كل حاجه. تسيب الشغل ده من حقك لوحدك، لكن قصدك ايه من تسلمنا كل حاجه دي؟ يعني لما ارتاح واجب ابني الكبير يستلم كل حاجه عشان اسم النقاش ما ينتهيش وبقيه العيله تعيش، ولا انا غلطان يا ناس؟ الله، يعني الحكايه دي عشان تورطني قدام اخواتي واسيب الشغل واقعد هنا؟ ايوه، وتعيش معانا في الفيلا الجديده اللي حتى ما رضيتش تروح تبص عليها. بابا، اذا كنت بتبني الفيلا دي صحيح عشان تجمعنا فيها، خلينا ندخلها بحب، يعني واحنا فرحانين، مش ندخلها واحنا عاملين تضحيات كبيره عشانها. تضحيات تخلينا رجائي، من فضلك اتكلم عن نفسك، مفيش داعي لصيغه الجمع دي. أنا عن نفسي لو سبت شغلي هحس إن أنا إنسان فاشل، ومش هتستفيد بإنسان فاشل في الفيلا الجديدة دي يا بابا. سامعين؟ عشان ما حدش يلومني بعد كده ويقول لي كتبت كل حاجة باسم ابنك الصغير ليه وسبت الكبير؟ سامعين؟ وأنت سامعة بالذات سامعة؟ تعاوز إيه بالظبط؟ أنا عاوزهم يساعدوني عشان أعيشهم في نعيم، أنا عاوزهم يساعدوني عشان يحققوا لي حلمي. لكن لها كام شهر والفيلا تخلص. يا بابا، أنا عارف إن من حقك تحافظ على حلمك، أنا مش ضد كده، لكن ليه ما تاخدش الأمور ببساطة؟ إحنا أكيد في الأجازات هنيجي وهنقعد معاك وهنعمل كل حاجة. لا، لو سمحت يا رجائي، أنت بس اللي هتيجي في الأجازات، لكن أنا وابني هنفضل مع بابا إبراهيم. يا حبيبتي، والله أنت دلوقتي في معزة أنهار وكريم. على العموم انا مضطر امشي دلوقتي عشان الحق عربيه الشغل. عن اذنكم. رجائي، استني. كريم، قدام اخواتك كلهم من هنا ورايح انت مسؤول عن كل حاجه، وكل حاجه انا هنقلها باسمك. وبحر اسبوع لازما تكون متجوز امارات وتجيبها تعيش معانا هنا، وبعد كده هنسكن في الفيلا الجديده. سامعين كلكم؟ سامعين؟
بابا بابا انت كويس يا بابا؟ الحمد لله ما انا قدامك اهو. دي جننتني طول السكه، مش قادره اتصدق ابدا ان انا رحت لها اسكندريه مخصوص عشان اجيبها لك وبس. تخيلت ان حضرتك تعبان او وحضرتك ما جيتش ليه؟ مش الدكتور قدور عنده شغل؟ انا كنت رايح لك بس جالي جواب عجيب. من مين؟ من واحد اسمه حسن محمد الشوادفي الشهير بسكر. يا لورد، قلت لحضرتك ده مش جواب، ده اعلان لانه صادر من مكتب محامي. ما ده اللي اتاكدت منه لما رحت للمحامي. ويا ترى الاعلان طلع بخصوص ايه؟ البيت ده اتباع للي اسمه حسن محمد الشوادفي. ودي حاجه ما تخليكش تجيني لما تكون عاوزني. انا قلقت من الجواب، وقدوره كان عندي فطلبت منه يسافر اسكندريه ويجيبك، لكن انا فعلا كنت رايح لك. انت قلت لها؟ لا، ما هو حضرتك طلبت مني ما اقولهاش. ما تفهموني ايه الحكايه؟ ابراهيم ومراته وكريم جم وطلبوك. الدرجات دي فرحتي؟ بابا حضرتك عودتني على الصراحه. ما سالتيش ازاي انا قبلت انه يجي ابراهيم النقاش في بيتي بعد ما طردك؟ عارفه ان حضرتك متسامح وقلبك بيساعد الدنيا كلها. اتكلم يا لورد. ايوه هو حاضر. أنسة أمرت، أنت عارفة كل حاجة عن كريم. بابا أنا مش هخبي عليك أي حاجة، كريم جاني امبارح اسكندرية واداني الشيك ده على بياض. عارف ليه؟ عشان أبدأ في المشروع اللي كنت بتحلم بيه. أنا مش ناسي أبدا كلمة حضرتك إنه نفسك في جواز شرعي بين العقل والمال، وادي المال وادي بنتك اللي بتثق فيها. بتصعبيها قدامي كده ليه؟ انسة امرت، انا سألتك سؤال محدد، انت عارفة كل حاجة فعلا عن كريم؟ اني اعرف واحدة تانية؟ مش ممكن، مستحيل. طب يعمل ده كله علشان ليه؟ أمارات، أنا لما قلت الحلف بين العقل والمال كان قصدي المال الواعي المستنير الصادق. مش فاهم انتوا قصدكم ايه. هو في حاجة حصلت بعد ما كريم طلبني؟ أمارات، كريم ما تعلمش اي حاجة، الشهادة اللي جابها لي كانت مزورة. فاهمة يعني ايه مزورة؟ يعني كريم ده كذاب مخادع مزور. أنسة أمرت، أظن بعد ما عرفت الحقيقة دي لازم ردك هيكون الرفض، لأني أنا اللي رحت السفارة. لا لا، أنت بتقول كده عشان بتكره عيلة النقاش، لكن أنا لا. يعني موافقة؟ أنا وعدت كريم إن لو حصل المستحيل هجريله، وانا مش هرجع في وعدي، لان انا بنت الراجل اللي ما بيقدرش العلم بالشهادات. كريم ما خدش الشهاده لكن جواه حب العلم، وادي الدليل. بابا
بعد إذن حضرتك أنا موافقة على جوازي من كريم. معقول يا أمرات؟ معقول؟ ما بترديش ليه؟ برضه موافقة على جوازك من كريم حتى بعد ما عرفت انه كذاب؟ معقول تكون دي أمرات؟ بنتي أنا؟ معقول؟ معقول تكون دي أمرات؟ معقول؟ أمرات أمرات أنا مش قادر أفهمك إزاي ممكن تعرض الأستاذ في موضوع زي ده؟ كريم ده كذاب. أيوة ضحك على ناس ويمكن انت اول واحده. ما حدش عارف ظروفه ايه. حد كان ساله ايه اللي حصل؟ ايه اللي اضطره للكذب؟ يعني مصره تتجوزيه؟ مصره على كريم اه، ومصره كمان على موافقه بابا. لازم يلتزم بالافكار اللي زرعها في دماغي. هو اللي قال لي ان الشهاده الجامعيه مش دليل اكيد على ثقافه الانسان. طب ليه في اول تجربه هيغير موقفه؟ توصل بيك الدرجه انك تشكي في الاستاذ؟ معقول يغير مبادئه علشان يمنعك من حاجه بتحبيها؟ كريم ده مش حاجه، ده انسان. تفتكر انه رفض الكريم ده موقف اناني؟ انا بقيت اب اناني؟ وكل اللي ناقص في قضيه الوقف هو نزع الملكيه ومستني ايه؟ اقول له ابراهيم بيه؟ كل حاجه من يوم ما نقلت الشركة باسمه هو المسؤول وهو المتصرف. يبقى لو سمحت اديني ورقة التنازل اللي كتبها شفيق المرعادي لحضرتك. اهي تنازل من شفيق المرعادي اغا لابراهيم نور الشهيب ابراهيم النقاش على الربع الوقف كله. خد بس اذا كنا هنباشر اجراءات نزع الملكية باسم الشركة الجديدة يبقى لازم التنازل ده يتغير ويبقى باسم الباشمهندس كريم. بسيطة. ولا تليفون نعملها بيه؟ طيران على بيت شفيق المرعدلي اغا، عارفه ولا ما تعرفوش؟ طبعا عارفه بيه. روح له وهاتولي على البيت، قول له ابراهيم بيه عنده اخبار حلوه قوي ليك. اكتب لي بقى انت الورقه بتاع التنازل دي. حاضر. يلا. تسمح لي انا اكتبه؟ انا مش عايز اتعب حضرتك. ما انا هنقله من القديم. مالك بتنح كده ليه؟ ما تتحنجل وتروح تجيبه بسرعة. حاضر يا بيه. يلا. وادي التنازل. ممكن أراجعه؟ تراجع ورا الباشمهندس؟ أنا آسف. بمشيئة الله العصر هيكون عندك تنازل باسمك.
الظاهر انك محامي شاطر قوي، ما بتفتكش حاجه ابدا. ان شاء الله هتكون دراع اليمين في العمليات الجديده. شكر شكر قوي. لا شكر على واجب يا ابو نسب. كل يا راجل كل، ما تكسبش ايد المال ده بمناسبة كسبان القضية. ايه حكايتك يا عم ابراهيم بيه؟ انت كل ما تشوفني تهبني اكلة ترقبني في الاستبالية. انت عاوز تفهمني انك عجزت؟ فاشر يا راجل فاشر. كل كل يا راجل كل. لا كده قنعت والحمد لله. قولي بقى، مين البيه التخين ده اللي خد بمكتبه وقال لي ان القضية كسبت وبعدين رجع في كلام؟ هو ده المحامي بتاعك؟ لا، انا المحامي بتاعي رفيع وطويل. وده مكتبه فين ده؟ العلوان، العلوان بتاعه. يا سليمة يا انهار يا هناء يا اي حد في البيت. ايوه ايوه يا بابا. ماما عند خالتي هناء في الشغل. انت عاوز حاجه؟ انت ايه حكايتك يا بنت؟ من يوم ما اتخطبتي وسبت الشغل وانت عماله تتزوقي. البركه في كريم بقى. خدي اقريلي دي. شركه ارتسكو 4 شارع الميزان و... بس بس فهمت فهمت. دي الشركه اللي بيبقى مديرها اسمه ايه ده؟ فخر الهزاز. وعاوز ايه سي فخري ده تاني؟ معلش روح انت شوفي حالك. طيب. وكان عاوز منك ايه الراجل ده؟ يشتري مني الوقف، بس انا مرضيتش. قلت له انا مش هعمل اي حاجة الا مشور عم ابراهيم بيه، الراجل الامير الطيب. طيب الكريم. طيب طيب خد خد خد. انت كنت عامل لي هنا التنازل بالربع، ابصم لي هنا عن التنازل ده برضو بالربع، بس بقى ده باسم ابني الباش مهندس كريم. اصلا تنازلت له على الشركه وكل ممتلكاتي. بس انا ما اعرفش اقرا. بتخوني يا حاج شفيق؟ بتخوني بعد العيش والملح ده كله؟ بتخوني انا؟ خلي الورق في ايدك وخلي حد يقراهولك، ولما تطمن ابصم عليه وبعتهولي. انت زعلت؟ خلي الورق في ايدك حد يقراهولك. ده انا سلمتك كل حاجه. روح هات الختامه. روح والله ما انا منقول من هنا قبل ما ابصم. بس اعمل معروف، شد حيلك في اللي بتقول عليه نزع ملكيه. ده انا نفسي نفسي اتمتع بأي حاجة ملوك قبل ما اموت. أمرات أمرات اديني باريزة حمرا حلوان. ليه؟ الست أمارات بره. أمارات؟ رجعتي أنت من اسكندرية؟ اتفضل اتفضل بسرعة، روح هات كل الحاجات السخنة والساعة اللي عندك عشان الهانم. لا لا انزل هات كل حاجة مستوردة. يلا مستوردة. اتفضلي يا أمارات. لا تعالي على مكتبي، المكتب الجديد هيخلص كمان شهر بالكتير، اكيد هيعجبك قوي. طيب استاذن انا في السكرتاريه لما عن اذنك. ليه ما قلتليش انك عايزه تيجي من اسكندريه وانا كنت اجيلك؟ تسمحيلي استنتج سبب زيارتك؟
اكيد الاستاذ قالك. ومش همك؟ مش هممني؟ انت قصدك على ايه؟ كريم، انا كنت اتصور ان اي حد في الدنيا ممكن يكذب عليا، لكن كريم، كريم اللي يخدعني ازاي؟ اتحداك لو كنت كذبت عليك او خدعتك. انت مش كتبت في الجرايد انك مهندس مع انك ما خدتش بكالوريوس؟ مش انا، ده بابا، لان الخبر 12 يوم وصولي. طب الحق انشره ازاي في نفس اليوم؟ قدمت لبابا شهادة مزورة بإنك مهندس. قدمتها لباباك أنت، لكن ما قدمتلكيش أنت ولا حاجة، ولا حتى اتكلمت معاك في موضوع أي دراسة أنا عملتها. وهو لما تكذب على بابا تبقى مش كذاب؟ جايز أكون كذبت على باباك أنت، لكن ما كذبتش عليك أنت أبدا. لو تفتكر كويس، أول مرة شفتك فيها بعد ما رجعت من السفر قلت لك واكتر من مره اني ما بحبش التعليم، سافرت من هنا على اساس ان ارجع انسان عنده طموح علمي، وده اللي انا عملته. اتعلمت لغه وتعلمت الحياه وتعلمت احدث اساليب العلم في مجال التصنيع، وراجع وانا عندي شوق اوظف فلوسي باسلوب علمي. لكن انا كريم ما وعدتكيش قبل السفر باني لازم ارجع مهندس، ولما رجعت جت على لساني مره واحده اني بقيت مهندس. حاسبيني على كذب عليك انت وبس، لكن اكون كذاب في نظر العالم كله ما يهمنيش، لانه عشانك، عشانك انت يا امراض مستعد استحمل كل نتايجه، استحمله عشان بحبك. وانت وعدتيني انه لو حصل المستحيل هتقف جنبي، وانا عملت اللي عليا وبقى عندي من الفلوس اللي تكفي معظم مشاريعك العلميه يا امراض. جت دور عليك انت انك تنفذي وعدك، تقفي جنبي عشان نقدر نحقق حلمنا. تقدري يا امرات، تقدري تساعديني بعقلك وعلمك اننا نحقق الخير للناس ولنا. امرات، امرات، ما قلتليش هتعملي ايه؟ طوال الليل ليرسم القمر. الطير عند الصباح يزقزق بصوته الصباح للشمس تشرق. هيدا صوت الريح. لا 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 لا. أي شكتني. إلى اللقاء. ملاعب الصغار يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. القلق يعني صن الإنسان. القلق ده قاتل، قاتل يا عبد العزيز. القلق هذا شل قدراتك الذهنية. الحياة هو أساس الإنسان السوي. يا رجال هذه معاملة سريعة وخفيفة. الحياء لباس سابق وحجاب واقع وستر من العين. خذها ما بيها، حلال عليك، خذها. فن التمثيل فن علاجي للممثل. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. نفوس ودروس السبت 11 مساء على قناة ذكريات. بطل فليك هيا قم يا كراندايزر. يجب ان ندع اهل الارض يدركون قوتنا الحقيقيه. يجب ان نبحث عن بعض الطرق لنحمي انفسنا من ذاك الوحش القادم نحونا. ابدا خطه تسونامي. كافح شرا ابطل مكرا فالخطر كبير.
انفجر بسرعة. أهدم ثانية. كتف القاطع. اقفز يا بيزر. غريندايزر يوميا الرابعة والنصف مساء على قناة ذكريات. السياحة هنا عندنا في السعودية أحسن من برا. موسم الصيف لهذا العام بدأ موسما حافلا بالنشاط والانتعاش والحيوية. في جنوب المملكة مصيفنا يا مشاهد زورنا شرفنا زورنا في موسم الصيف. تتميز منطقة الأحساء بمزارعها الفسيحة والجميلة. طيبك جاوز كل حدود. اشتهرت بالعلم والأدب، إضافة إلى ذلك اشتهرت كواحة للنخيل. الصيف والناس الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. أنا اللي بعت لشفيق المرعاد لي أغا، وأنا اللي طلبت منه إن أنا أشتري أرض الوقف. أنت تقدر تشتري المساحة دي كلها؟ الحكم صادر ب10,000 متر مربع، ولو قلنا إن المتر ب100 جنيه يبقى مطلوب 1,000,000 جنيه. تقدر تدفعهم؟ لكن شركتي تقدر. تبقى هتضطر تشتري مني الربع اذا كنت عاوز، بس انا بقى ما ببيعش بمية. مش هشتري منك ولا متر واحد ولا سنت حتى. ده تهديد مثلا؟ عاوز تعمل لعبة على الراجل وتاخده لحسابك؟ فخر الهزاز خصومته خصومة معلنة، ما بيفكرش زي النقاشين. لما يتغصب من واحد يبعت له شويه صبيان يضربوه ويكسروا له مكتبه. لا يا ابراهيم، انا خصومتي خصومه معلنه والبقاء للازكى. انت ماشي في كعبي كده ليه؟ مش يمكن تعوز حاجه بيه؟ مش وقته. ورقه التنازل اهي. يلا بقى يا اخويا شوف الاجراءات بتاعتها، حرص عليها قوي، اوعى تضيع منك لتبقى مشكله. ما تخافش يا فندم، انا هشيلها في ملف القضيه. وريني كده. سيبها له يلا بينا احنا. لا انا هشيلها في درج مكتبي لحد ميعاد الجلسه. طيب يا اخويا يلا يلا. بس الطبيعي ان التنازل يكون في ملف القضيه. كده اضمن. عندك مانع؟ يلا يا حافظ بقى، لحسن بابا قابلني على السلم وقال انه مش هياكل غير اما نرجع النهار. تعالي اقفل الباب وتعالي، عايزك في حاجه مهمه. بابا قالها لي في السكه. اذا قلتها لك مش هقدر اروح البيت خالص، انها حاجه خطيره. خطيرة ازاي يعني؟ حاجة بخصوص كريم. أخوكي ما طلعش مهندس. ما طلعش مهندس؟ وده معقول؟ ازاي؟ يا بابا سرحان في ايه؟ لا ولا حاجة. ايه يا سليمة؟ ايه يا هناء؟ انتوا اديتوا اجازة للشغالين وانتوا بتشتغلوا ولا ايه؟ مش لاقي عزة من بابا ابراهيم. ربنا يخليكي، ربنا يخليكوا ليا كلكم. عيني في عينك كده، انت اكيد سرحان في حاجه. فرحان، فرحان قوي عشان البيت بيشغل ولاد. نفسي كمان انت تتمم جوازتك من امارات وتيجي تعيش معايا هنا لغايه الفيلا ما تخلص. اخ لو رجائي كمان معايا. ما تقول البابا يجي يعيش معانا هنا يا ابراهيم يا صغير.
يلا الغدا، الغدا جاهز. يلا يلا يا حبيبي، يلا يا ابراهيم يا صغير عشان تتغدى يا روح قلبي. يلا بليز بليز. دي لازم انهار وخطيبها. ايوه كده، املوا عليا البيت. اهلا يا انهار. الله، امال فين الاستاذ حاضر؟ مالك يا حبيبتي، في ايه؟ يعني كدبت على بابا وعلينا كلنا؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ البيت بتاعك ما طلعش مهندس ولا حاجه. مين اللي قال كده؟ امارات يا باش مهندس. كدابه، امارات ما تتصرفش كده ابدا. انت اللي استنى عندك هنا، انت بتسال على مين اللي قال وسايب اصل الحكايه؟ يبقى فعلا انت ما اتعلمتش وكتبت على ابوك وعلينا كلنا. جرى ايه يا ماما؟ صحتك؟ ما تقوليليش صحتي، عاوز الصحه عشان اعمل بيها ايه؟ عشان اشوف ابني بيكذب حتى بعد ما بقى راجل؟ ابراهيم اتكلم يا ابراهيم، قول حاجه. مش ده كريم ابنك؟ مش ده كريم اللي دلعته؟ انا عارف مين اللي عمل الفورتينه دي. الاستاذ هو اللي قال الكلام ده عشان ما يتجوزوش بنته. اشمعنى ما قالش الكلام ده قبل ما نطلب منه امارات وكمان بتدافع عنه؟ هلا مش ابني يا ابراهيم. يا ابراهيم الحق ابنك قبل فوات الاوان. زمان كان كدبه في حاجات صغيره، لكن المساله النهارده كبرت ومحدش ضامن ايه اللي هيحصل في المستقبل. مساله كدبه في حكايه تعليمه دي ممكن تضيع مستقبله بعد الشر. ايه الدليل اللي في ايدك انه ما اتعلمش؟ انا ما عنديش دليل في ايدي، لكن قلب الام اللي تفهم من عينين ابنها ان كان بيكذب ولا صادق. انا كنت حاسه من ساعه ما جه من السفر ان في كدبه كبيره بتحصل. بس هدي نفسك يا ماما، محتمل زي ما بيقول بابا ابراهيم ان انهار تكون سمعت غلط او الاستاذ يكون. لا لا يا هنا، الاستاذ لا يمكن يكذب ابدا. يا سلام، تصدق الاستاذ وكذب ابنك؟ وافرض طلع ابنك كذاب؟ يعني ما خدش شهاده وماله؟ ما هو انا وصلت اللي فيه ده يعني ومعايا شهادات؟ ابني مدردح وبتاع سوء. اوعوا اوعوا أو. ايه يا ماما اللي بتعمليه في نفسك ده؟ كانت النار بردت في قلبي لو ما كانش دافع عنه. انا خايفه من حاجات كتير قوي كتير قوي. بتقول ايه؟ كريم حط ورقه التنازل بتاع الوقف في مكتبه؟ اه ده اللي حصل، عشان كده مش هقدر اجيبها لك. طب مع السلامه انت وانا هتصرف. لا ده في حاجه نسيت اقولها، مش الباشمهندس كريم بيه طلع مش مهندس ولا حاجه. الله، ده خبر يسوى تقلك ذهب. مسعد، شوف لي اسم كريم ابراهيم نوح اذا كان مقيد في نقابة المهندسين ولا لا. ها، استلمت الشيسيهات؟ لسه واصل من اسكندرية حالا. يعني طلعت البضاعة من الجمرك؟ اه. طب اديني بقية حسابش. ايه؟ احنا مش اتفقنا انك هتديني باقي المبلغ بمجرد استلامك للشحنة؟ ماشي يا عم الكل. طب قبضه. انا بقى هدفع لك جزء دلوقتي والباقي بعد كام يوم على مصرف البضاعة. ماشي يا كروم، قصدي يا باش مهندس. ماشي. والله ده كان عشمك فيك برضو يا كريم. ايه مالك؟ انت النهاردة مش زي عوايدك ابدا ليه؟ عارف انا بضحك ليه؟ منظرك فكرني ايام ما كنت في الثانويه العامه وكنت صائد وجيتني هربان من ابوك. بس المره دي مش ههرب.
لقيته؟ ابدا. ابراهيم بيه لسه جوه اهو. ابوك قلب الدنيا عليك، انت كنت فين؟ هو هنا؟ ايوه. اخش اديله خبر؟ تقدر تقول لي انت ليه قهرتني القهر ده؟ قهرتك؟ ايوه قهرتني. انا عارف الكلمه دي ما يقولهاش غير النسوان، لكن انت خليتها نطت على لساني. سحبت السجاده من تحت رجليا. عمري كله عشت وانا فاهم ان انا صح، لكن بسببك اكتشفت ان انا غلط. خلتني كذبت على والدتك، قلت لها ان انا مش زعلان منك، والحقيقه اللي بين نفسي انا مش زعلان وبس، لا ده انا مقهور، مقهور عشان خذلتني. ذنبي ايه؟ ذنبي اني بحبكم، جرمتي اني بعشق التراب اللي بتدوسوا عليه. بابا بابا الانفعال ده ممكن. بلاش كلام فارغ، بلاش كلام فارغ. انا كنت هتحدى بيك الاستاذ، هو بنت اتعلمت وانا الجاهل ابن اتعلم زيها واحسن. ده انا كنت هقول لامك انا الصح وانت الغلط. كريم اللي ما عندك الثقه فيه اتعلم وبقى احسن ما كنت تتصوري. كنت هقول لرجائي اخوك اتعلم زيك، بس واقف جنبي واقف جنبي. كنت قربت اقول لنفسي ادي كريم ربيتي انا، طرح شجري انا. خلاص ما عدتش قادر اقول للناس ولا حتى لنفسي. اتفضل، ادي الفلوس اللي صرفتها عليا. كمان هيف. يا حلم عمري الحقيقي يا طيف بقى.